تعود كييف لاستلام زمام المبادرة بعد تراجع شهدته الجبهة في منطقتي دونيسك وخاركيف. هذه المرة فاجأت جيش الاتحاد الروسي باختراق حدود دولته في منطقة كورسك، مخترقة خطين دفاعيين للجيش الروسي. تتقدم القوات الأوكرانية لليوم الثالث على التوالي فارضة سيطرتها على أكثر من 15 بلدة، كما أفاد أحد مستشاري الرئيس الأوكراني في تقارير صحفية عن سيطرة القوات الأوكرانية على محطة تحويل الغاز المسؤولة عن نقل الغاز إلى أوروبا في منطقة سوجا. عنصر المفاجأة كان عاملا حاسما مكن القوات الأوكرانية من الوصول إلى تخوم مدينة سوجا التي تبعد 15 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية، وتواصل القوات الأوكرانية بناء الخدمات اللوجستية بالقرب من سوجا، كما عززت الدفاع الجوي على الحدود مع منطقة كورسك لمحاولة السيطرة على السماء، خطوة وصفت بالجريئة في إطار سعي الجيش الأوكراني إلى تدمير تعزيزات الجيش الروسي داخل أراضيه. وتتبع السلطات الأوكرانية والجيش استراتيجية الصمت الصارم إزاء أهدافها من العملية داخل أراضي الاتحاد الروسي.